والآن مشاهدينا الكرام إلى الأخبار الاقتصادية. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا لكم محمد ونهى، ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار رئيس مصلحة الجمارك تعليمات على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر. وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لمنشور التعليمات المنسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر، كما أكد عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد. يهيب المركز المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تزايد الاعتماد العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة. وخلال التحليل الذي أصدره المركز بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها، أكد مركز المعلومات أن 35% من المؤسسات العالمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تأكيد 83% من الشركات في مختلف المجالات على أن إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتها المستقبلية أصبح يمثل أولوية قصوى، مشيرا إلى أن الأمر يثير المخاوف بشأن التداعيات المحتملة للاعتماد المفرط على هذه التقنيات، لا سيما التحديات الأخلاقية الخاصة بالحفاظ على خصوصية الأفراد وقيم الحرية والابتكار وعدم التمييز. أكدت الحكومة أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطورا ملموسا خلال السنوات التسع الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014، حيث أولت الدولة بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. وأضافت الحكومة أن قطاع التصدير شهد طفرة، حيث بلغ إجمالي الصادرات غير البترولية في عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار، لترتفع من نهاية عام 2022 إلى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%. كما نجحت الدولة في تنفيذ برامج مساندة الصادرات بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف عام 2014 وحتى نهاية يونيو من عام 2023 لأكثر من 2700 شركة. شارك رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في فعاليات المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية باليونان. وجاءت مشاركة الفريق ربيع كمتحدث رئيسي في فعاليات الجزء الثاني من الجلسة الأولى للمؤتمر عن التعاون الثلاثي بين مصر وليبيا واليونان في جنوب شرق المتوسط. وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس أحرزت منذ انطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية تقدما ملموسا على صعيد محاورها الرئيسية كافة. وتطرق رئيس الهيئة إلى محور تحقيق الاستدامة البيئية الذي سيقود قناة السويس للتحول إلى قناة خضراء في المستقبل، حيث تم إطلاق عدة مبادرات صديقة للبيئة. في
في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان عدة دول عن تخفيض صادراتها من الذهب الأسود في أغسطس المقبل لتمديد الخفض الطوعي للإنتاج، مما بدد تأثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 58% إلى 76 دولار و 69 سنتا، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.1% ليصل إلى 71 دولار و 89 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 4.6% لتصل إلى 2.49 دولار سنتا للتر. هذا وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 96% لتسجل 2.73 دولار سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 9.3% في يونيو من 9.6% في مايو في ثاني انخفاض على التوالي، وبلغ معدل التضخم 10.1% في إبريل، وسجل أعلى مستوى عند 10.4% في فبراير، في حين نما الاقتصاد التونسي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضي وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء الحكومي. أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن هناك خطط لاستثمارات كبيرة في إنتاج الرقائق في البلاد من قبل الشركات المحلية والدولية، وتأثرت الشركات بقرار الصين بتقييد صادرات معدنين يستخدمان على نطاق واسع في أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية تتسابق لتأمين الإمدادات، حيث كان بعض موردي الصناعة قلقين من أن القيود المفروضة على الصادرات الأرضية النادرة قد تتبع ذلك. Insofern haben wir die Kommission beauftragt, sich für uns den Kopf zu zerbrechen und wenn sie zu ergeben. ختام وقفتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لنهى توفيق ومحمد عبدو لاستكمال النشرة. إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.